بلبنان نسبة المقاعدين كتير كبيرة وما في اهتمام كافي فيهم، وخاصة بالنقل العام. كل ما بدهم يروحوا مشوار بحاجة لثلاث أربع أشخاص تيكونوا معهم، وهذا الشيء بحدد لهم استقلاليتهم. كرمال هيك خلقت فكرة ويتشات تاكسي لبنان بسيارة واحدة. المشروع عم يكبر والسيارات عم تكتر، ولكن طموحي أنا ويتشات تاكسي أقدر أوصل على كل بيت فيه إعاقة بلبنان، حتى كل معوق يقدر يعيش مثله مثل أي إنسان آخر. إذا قدرت أمن سيارة بكل منطقة بلبنان، هيك بكون عم خفف التكلفة على المقعدين، ويكون السعر مثله مثل التاكسي العادي. معاناة الشخصية ما كانت النهاية، بالعكس كانت بداية الحل. التفاؤل يلي فيي خليني بلش بمشروعي. هلا مع ويلتشير تاكسي ما بقى مضطرين ننطر حدا، صار فينا أنا وحيلا مقعد بلبنان نروح مطرح ما بدنا، وسائل اللي بدنا، ما تخلي شيء يقف طريقك.